بالمحاضرة الماضية حكينا أنه ضمن تقييم النتائج رح نقيم مقاييس الارتباط والدلالة في الدراسات البحثية. هذه المحاضرة عن تقييم مقاييس الارتباط والدلالة في الدراسات البحثية. بداية في عندنا مصطلحين رئيسيات لازم نعرفهم، هو معدل الوقوع ومعدل الانتشار. ليش لازم نعرف شوي معلومات عن الارتباط والدلالات؟ لأنه ممكن حتى الباحث يغلط فيهم، فبدنا نعرف هل الباحث فعلا هاي النتائج اللي كتبها هي نتائج حقيقية ولا هو شيل فشلف. كان في من فترة في باحث ياباني نشر 150 بحث وكانوا كلهم يعني نتائجه كلهم مزيفة، يعني مخترع من عقله. فممكن يعني إذا واحد بيفهم شوي بالإحصاء أو بيفهم الطب المسند بالدليل يكشف الباحث من خلال يعني مقاييس الارتباط والدلالة. فمعدل الوقوع الانسيدنس هو عدد الحالات الجديدة على عدد الناس الواقعة تحت الخطر. طبعا هذا ممكن نستخدم معدل الوقوع بالحالات القصيرة المدة مثل الرشح. أما الحالات المزمنة فبدأ معدل الانتشار اللي فيها نحسبها من خلال عدد الحالات الموجودة الكلي على عدد الناس الكلي في المجتمع. إذا الانتشار أوسع على الناس الكلي في المجتمع، أما الوقوع بس الناس الواقعين تحت الخطر، الحالات الجديدة على الناس الواقعين تحت الخطر فيها. طبعاً مثل ما أنا شايفين النكس، الوفيات والشفاء كمان كلهم هدول بيندرسوا في الدراسات. المقياس الثاني الارتباط هو نسبة الأرجحية الأود ريشيو أو ريليتيف أودز. نسبة الأرجحية بنستخدمه لما بيكون التعرض سابق للنتيجة، مثل مثلا حالات الحالة شاهد، دراسات الحشدية الكوهورت ستدي والدراسات العشوائية المضبوطة. احنا بنعطي الدواء وبنشوف النتيجة، مثلا بنعمل تداخل بنشوف النتيجة، أو بنتابع المريض مثلا المدخن لفترات مثلا طويلة كتير عشان نشوف هل صار معه سرطان رئة أو لا. طبعا تعريفها بدراسات الحاله الشاهد هي ارجحيه التعرض عند المرضى بالمقارنه مع ارجحيه التعرض عند غير المرضى، يعني ارجحيه انه يصير عندهم تعرض. الدراسات الحشديه ارجحيه حدوث النتيجه عند الناس المعرضين، يعني مقارنه مع ارجحيه حدوث النتيجه عند غير المعرضين. مثلا بنشوف ارجحيه حدوث مثلا سرطان رئه عند المرضى المدخنين مقارنه مع ارجحيه حدوث سرطان رئه عند غير المدخنين. شو بنحسب نسبة الأرجحية؟ إذا مثلنا الدراسات الحشدية أو دراسات حالة شاهد بجدول بسموها 2x2 2 ب2. الدراسات الحشدية بنقول مثلا مرضى تعرضوا للمرض ومرضى ما تعرضوا يعني تعرض، والمرضى الثانيين ما تعرضوا، هل تطور عند المرض في المستقبل أو لم يتطور. هذا الجدول الرئيسي. مثلا هون التدخين، هون ما تعرضوا للتدخين، تطور عندهم سرطان رئة أو لم يتطور، مثلناهم بأحرف A B C D. نسبة الأرجحية هي نسبة حدوث المرض عند الناس المعرضين مقارنة مع حدوث المرض عند الناس إيش الغير معرضين. يعني نحسبها من خلال A ضرب D على B ضرب C، A في D على B ضرب C، نفس الشيء بالنسبة للحالة شاهد. راح ناخذ مثال، إذا مدخن غير مدخن سرطان رئة ولم حال شاهد إنسان سليم ما حدث عنده سرطان رئة، هدول اللي دخنوا 20 منهم صار عندهم سرطان رئة، 5 ما صار عندهم. اللي غير مدخنين 10 منهم صار سرطان رئة و20 ما صار عندهم سرطان رئة. شو هي نسبة الأرجحية؟ معناتها A في دي 20 ضرب 20 على بي في سي على 5 ضرب 10 يساوي 8. إذا المثال تبعنا معناتها سرطان الرئة من المرجح أن يكون لديهم قصة تدخين من مرات أكثر من الناس الطبيعيين، معناتها التدخين بيزيد نسبة سرطان الرئة من مرات أكثر من الناس الطبيعيين. هذا هو أرجحية حدوث سرطان الرئة أو أرجحية حدوث المرض عند الناس المعرضين، أو هون حالتنا أو دراستنا أو مثالنا هو التدخين. إذن هذا الرقم 8 هو أرجحية حدوث المرض أكثر من الناس الطبيعيين. المصطلح
الجديد هو الخطر النسبي أو معدل الخطورة relative risk أو risk ratio، معدل الخطورة أو relative risk أو اختصاره RR. لمعرفة هل المرض متعلق بالتعرض لعامل خطر، يعني مقارنة النتائج بين معرضين وغير معرضين، نشوف هذا المرض متعلق بالتعرض ولا يعني مو متعلق. شلون نحسبه؟ تقسيم الخطر عند الناس المعرضة على الخطر عند الناس غير المعرضة. يعني بتعبير آخر ممكن نقول معدل حدوث هذا المرض عند المعرضين تقسيم معدل حدوث المرض عند الناس غير المعرضين. وبالتالي احتمال حدوثية النتيجة عند الناس المعرضين احتمال حدوث النتيجة والمرض عند غير المعرضين. إمتى مستخدمه؟ مستخدمه لما يكون تعرض سابق للنتيجة مثل الدراسات الحشدية والدراسات العشوائية. إذا هون دراسات الحي شاهد ما بتزبط بالمعدل الخطر أو الخطر النسبي. الرقم ممكن يطلع واحد، ممكن يطلع أكثر من واحد، ممكن يطلع أقل من واحد الخطر النسبي. إذا طلع الرقم واحد يعني الخطر عند غير المعرضين يساوي الخطر عند المعرضين. فبصراحة هون العامل اللي عم ندرسه يعني عامل الخطر اللي عم ندرسه غير عديم التأثير، إن كان موجود أو غير موجود ما بيزيد نسبة الخطورة. إذا كان الخطر النسبي أكثر من واحد معناتها الخطر عند المعرضين أكبر من الخطر عند غير المعرضين، معناتها في ارتباط إيجابي بين التعرض والمرض. يعني بمعنى آخر العامل اللي عم ندرسه هو عامل خطر فعلي. إذا كان أقل من واحد بالعكس الخطر عند المعرضين أقل من الخطر عند غير المعرضين، وبالتالي ارتباط وقائي هون أو علاجي أحيانا بين التعرض والمرض. بمعنى آخر إنه العامل مدروس وعامل وقائي. مثلا إذا كان في عنا اللي عم ندرسه هو التعرض هو عبارة عن لقاح وعم نشوف الناس انصابت بالكورونا أو لا، إذا كان أقل من واحد فنقول هذا اللقاح مثلا فعلا يعني واقي. إذا مثلنا الخطر النسبي عبر جدول 2x2 تعرض عدم تعرض تطور المرض أو عدم تطور المرض، بدنا نحسب الخطر النسبي هو الخطر عند المعرضين على الخطر عند غير المعرضين. نحسب الخطر عند المعرضين هو A على A زائد B تطور المرض عند الناس المعرضين كلهم. عند غير المعرضين الخطر هو C على C زائد D. نحسب هدول بالأول بعدين نقسمهم على بعضهم. تعالوا نأخذ مثال. مثال هو الأشعة والسرطان. مرضى تعرضوا للأشعة ومرضى ما تعرضوا للأشعة، نشوف مين صار معه سرطان مين ما تطور عنده سرطان. فهلا نحسب الخطر النسبي للأشعة كعامل خطر أو عامل وقائي مثلا، بس هو يعني واضح إنه عم ندرس إحنا عامل خطر بحدوث السرطان. هل هذا فعلا يعني خطير أو واقي أو ما بيأثر أبدا الأشعة؟ نروح نحسب الخطر عند المعرضين الخطر عند غير المعرضين. الخطر عند المعرضين هو عبارة عن 5/10، 5 من A على A زائد B، 5/10. الخطر عند غير المعرضين هي 1/9، 1/10، 1 يعني مجموع 1/10. فخمسة من عشرة على 1/10 فبيطلع الجواب 5. فبما أنه الرقم أكثر من واحد فهذا عامل خطر فعلي، فمعنى ذلك أنه الأشعة هي عامل خطر لسرطان الرئة. لو كان هذا الرقم يساوي الواحد فنقول الأشعة ما لها علاقة بالسرطان، لو كان أقل من واحد فنقول أنه الأشعة بالعكس واقية من السرطان، وهذا يعني شيء غير منطقي. ايضا مصطلح جديد هو انقاص الخطر النسبي relative risk reduction. نحن قلنا الخطر النسبي نشوف ايش هو انقاص الخطر النسبي او تخفيض الخطر النسبي. طبعا هو نسبه الحد من المخاطر اللي بتعزل التدخل بالمقارنه مع الشواهد. طبعا نحسبها بالمعادله، تخفيض الخطر النسبي هو 1 - الخطر النسبي. الخطر النسبي اللي حسبناه بالمثال السابق هو 1 - الخطر النسبي، اذا تخفيض الخطر النسبي. مثال مرضى تلقوا اللقاح، مرضى ما تلقوا اللقاح. ناس صارت معهم كورونا، ناس ما تطورت عندهم كورونا. الخطر النسبي هو خطر، بنحسب الخطر النسبي، خطر عند المعرضين على الخطر عند غير المعرضين. 2/100، هدول 2A على A زائد B، طبعاً على 8/100. فالخطر النسبي 0.25، بما أنه أقل من واحد معناتها لقاح الكورونا هو عامل وقائي. هذا شيء جيد. طيب هلا بعد نشوف تخفيض الخطر النسبي هو 1 - الخطر النسبي. 1 - 0.25 معناتها طلع الجواب 0.25.
75 معناتها نحن عم نحد من المخاطر بشكل كبير من خلال لقاح الكورونا. تخفيض الخطر المطلق مختلف عن تخفيض الخطر النسبي. هو الفرق بالمخاطر مو النسبة، الفرق بين المخاطر المعزية للتدخل مقارنة بمجموعة شاهد هو تخفيض الخطر المطلق، والخطر عند غير معرضين ناقص خطر عند المعرضين. إذا عملناها على لقاح الإنفلونزا بيكون تخفيض الخطر المطلق عند غير معرضين هو 8% ناقص 2%، فبيطلع 0.06، وهو بيكون رقم ثابت. مصطلح جديد هو العدد المطلوب من أجل قياس أثر العلاج، number need to treat، هو عدد المرضى اللي بيحتاجوا العلاج لكي يستفيد مريض واحد. كل ما كان هذا الرقم أقل يعني أنه تدبيرنا أفضل، معناتها المرضى لازم يكونوا بيحتاجوا علاج يعني ليستفيد مريض واحد أقل ما يمكن. النمبر نيد تو تريت بنحسبها من خلال المعادلة 1 على مقاس الخطر المطلق اللي هو ARRR، يعني كل المعادلات تقريبا مرتبطة ببعضها. ثانيا، إذا هدول المعادلات الرئيسية. ثانيا، تقييم مقاييس الدلالة والدقة في الدراسات البحثية، هي بتجي جاهزة ونحسبها من خلال برامج إحصائية مثل SPSS. قيمة البي فاليو هي احتمال حدوث النتيجة بسبب الصدفة، بتكون دائما قيمة البي فاليو مهمة إحصائيا إذا كانت أقل من 0.05. كل ما شفناها قليلة معناتها هاي النتيجة حدثت بمعزل عن الصدفة، كل ما قلت معناتها هي مهمة إحصائيا، معناتها الدلالة مهمة إحصائيا معناتها هي ما حدثت بسبب الصدفة. مثلا هون يعني مثال على أحد يعني الدراسات، حساسية فحص البول بشرائط الغمس والفحص المجري بتشخيص إنتانات سبيل بولي عند الأطفال. إذا قرأنا هيك الدراسة وطريقة البحث لاحظنا أنه لما قارنا بين شريط الغمس إيجابية الاستيراز والبيلة القيحية بالفحص المجهري، فشفنا أنه البي فاليو كثير منخفضة، والنتيجة كانت أنه الشريط الغمس مو حساس وما بيفيد بتشخيص الإنتانات البولية. لازم نعمل إيش؟ لازم نعمل فحص مجهري. فهي القيمة اللي طلعت معناها، النتيجة طلعت معناها قيمتها أقل من 0.5 البي فاليو، فهذا هي النتيجة إحصائيا مهمة جدا، فهي ما نتج من الصدفة. لو كانت هي البي فاليو إحصائيا أكثر من 0.05 نقول معناتها هي النتيجة اللي استخلصناها ترى ما هي دقيقة، ممكن تكون بالصدفة طلعت، فبدنا دراسات أكبر، هي محدد لكان لدراستنا. لكن لما طلعت النتيجة هامة إحصائيا فالنتيجة استخلصناها هي هامة إحصائيا. هاي كمان دراسة تانية عن الإنتانات بعد الجراحة عند النساء الخاضعات لعملية استئصال رحم لأسباب سليمة. طبعا عادة يعني الإنتانات أقل ما يمكن لازم تكون بعد عمليات استئصال الرحم. وجدوا هون من خلال الدراسة أنه في بعض المتغيرات، مثلا طريقة الشق الجراحي سواء عبر البطن أو عبر التنظير أو عبر المهبل تلعب دور، ويعني كعامل منبئ باتجاه يعني تطور الإنتان بعد الجراحة. فوجدوا بالمقارنة من الطريق الجراحي أن الاستئصال عبر البطن هو أكثر توافق مع الإنتانات، وكانت قيمة البي فاليو مهمة إحصائيا أقل من 0.05. فنتيجة هذه الأهمية الإحصائية فهمنا أنه الطريق الجراحي عبر البطن هو الأكثر توافق مع الإنتانات، وهذا الشيء مهم إحصائيا، فبالتالي يمكن تعميمه وما حدث بشكل بسبب الصدفة. أيضا حل الخصرة الدماغية، دراسة أخرى عن حل الخصرة الدماغية عند مرضى سكتة نقص التروية وقصور القلب. النتيجة خلاصت أنه ما في اختلاف في حدوث قصور قلب عند مرضى النتائج الوظيفية الجيدة حسب مشار رانكلين. النتائج الوظيفية السيئة بتعريف وفق تعريف قصور قلب
وبين حالات البقية أو الوفيات خلال 90 يوم عند مرضى نقص التروية. فهون لاحظوا قيمة البي فاليو غير مهمة غير مهمة، كلها فوق 0.05، غير مهمة غير مهمة. يعني النتيجة والاستنتاج تبعنا بيقول انه سواء وصول قصور قلب او السكته الدماغيه ما هي محدد يعني لفعاليه او سلامه حالات الخسره. فيعني من خلال النتيجه الاحصائيه هاي البي فاليو نحدد دقه او صدفه هاي الحدث او النتيجه اللي طلعت معنا. مقاييس الدلاله والدقه في الدراسات البحثيه هو مجال الثقل كونفيدنس انترفال اللي بيحد لنا من عدم اليقين في القياسات من خلال تحديد النطاق اللي بتكمن فيه القيمه الحقيقيه للرقم او الدراسه او البحث او النتيجه اللي طلعت معنا. مجال بيعبر انه انا واثق بنسبه 95% من النتيجه تقع ضمنه، يعني معنى سي اي 95 يعني اذا عدنا التجربه عدد كبير من المرات ف 95% من النتائج سوف تكون ضمن هذا المجال. لتكون نتائج ذات أهمية إحصائية يجب أن لا يتعدى قيمته الواحد عند التكلم عن relative risk أو ما تعدى الصفر عند التكلم عن risk reduction. أن يكون الconfidence interval أضيق وتكون النتائج موثوقة أكثر. أخيراً تقييم الدراسات التشخيصية، الدراسات البحثية التشخيصية، دراسات الأبحاث التشخيصية هي بتعنى بدقة وفعالية الاختبارات التشخيصية مقارنة مع التشخيص القطعي أو المعيار الذهبي. المعيار الذهبي هو دائما الاختبار المقبول علميا وعالميا اللي بيعطينا التشخيص النهائي والاكيد للمرض. دائما بنقارن اي اختبار تشخيص جديد بندرسه مع التشخيص المعيار الذهبي. ليش عم نخترع تشخيص جديد؟ ما زال في عندنا تشخيص مؤكد او تشخيص قطعي، لانه ممكن يكون تشخيص قطعي هو تشخيص باضع، تشخيص غالي الثمن، لذلك هلا الاكتشافات العلميه كلها تتجه نحو الاقل اجريسيف، اقل الاستقصاءات الاقل الغير غازيه او الاقل تكلفه. الاختبارات نوعين، اما مسحيه واما تشخيصيه. مسحيه اللي بتتم على مجموعه كبيره من المرضى بغرض شو يكون الوقايه، فبيكون ما عندهم امراض فقط بتمسح بتصنف المرض عند الناس الغير عرضيين. اما التشخيصيه مريض تم على كل مريض يعني بحاله بشكل فردي لما يكون في عنده امراض معينه، مثلا عنده سكر بنشوف نشخص عنده امراض ثانيه او لا. لازم تكون يعني استفاد اختبارات تشخيصيه ومسحيه، لازم تكون الاستفاده منها اقل من تكلفتها الماديه والمعنويه، مو تكون غاليه كثير ويعني تسبب لنا يعني مشكله للمريض. التمتع بصفتين رئيسيتين هن الاعتماديه والمصداقيه. الاعتمادية هي أنه ما تتغير نتيجة الاختبار إذا عدناه، والمصداقية أنه دقة الاختبار وقدرته على قياس ما يجب قياسه مقارنة مع المعيار الذهبي الجولد ستاندرد. الدراسات التشخيصية يتم نقدها من خلال أربع نقاط. النقطة الأولى هي قدرة الاختبار على التعرف على الناس الحاملين للمرض، أو قدرة الاختبار على التعرف على الناس السليمين، أو إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ما احتمال أنه صحت هي النتيجة أو أن الشخص مصاب بالفعل، أو إذا كانت سلبية هل تعني فعلا خروج شخص من المرض أو يمكن أن تكون سلبية كاذبة. لذلك بالاختبارات التشخيصية في أربع مصطلحات لازم نعرفهم، من الحساسية والنوعية والقيمة التنبؤية الإيجابية والقيمة التنبؤية السلبية. الحساسية والنوعية، حساسية يعني sensitivity اللي هي عدد الأشخاص حاملين للمرض، اختبارهم كان إيجابي تقسيم عدد الأشخاص حاملين للمرض فعليا كليا. يعني النوعية هي عدد الأشخاص اللي اختبارهم سلبي تقسيم عدد الأشخاص السليمين. الحساسية والنوعية بتأثروا بصفات الاختبار وما بتأثروا بمدى انتشار المرض. القيمة التنبؤية الإيجابية البوزيتيف بريدكتيف فاليو بي بي في هي نسبة الأشخاص اللي اختبارهم إيجابي من الأشخاص مصابين حقيقة بالمرض، تعبر عن قدرة هذا الاختبار على التنبؤ بوجود المرض، التنبؤ الإيجابي بوجود المرض، يعني احتمال وجود المرض فعليا عند الأشخاص اللي اختبارهم إيجابي. القيمة التنبؤية السلبية هي الأشخاص اللي اختبارهم سلبي من الأشخاص السليمين حقيقة المرض، يعبر عن قدرة الاختبار على التنبؤ من عدم وجود المرض، أي احتمال غياب المرض عند الأشخاص اللي اختبارهم سلبي، وهدول بيتأثروا بمدى انتشار المرض ضمن مجموعة سكانية معينة. أما الحساسية والنوعية بتأثروا بصفات الاختبار وما بتأثروا بمدى الانتشار. هاي الجدول 2 باي 2
لا، الاختبارات التشخيصية، هذا الاختبار إيجابي واختبار سلبي، تحديد وجود المرض من عدمه من خلال الجولد ستاندرد، المعيار الذهبي. فإذا مثلنا على الجدول، اختبار إيجابي هذا اللون الأخضر الأول A، اختبار إيجابي والمرض موجود بالجولد ستاندرد، معناتها هيدي إيش؟ أي إيجابية حقيقية، أي الإيجابية الحقيقية الأساسية. هون اللي جنبها الاختبار إيجابي لكن المرض غير موجود، فهذا بسموها الإيجابية الكاذبة، إيجابية الاختبار الكاذبة. هون الاختبار سلبي لكن المرض موجود، هذا شيء مو جيد، هاي بسموها السلبية لكن الكاذبة، سلبية كاذبة. الحالة اللي بعدها دي هي الاختبار سلبي والمرض غير موجود، ممتاز، بالعكس هيدي السلبية الحقيقية، ترو نيجاتيف، السلبية الحقيقية. شو نحسب الحساسية؟ الحساسية ما عرفناه هون عدد الأشخاص الحاملين المرض واختبارهم إيجابي، تقسيم عدد الأشخاص الحاملين للمرض فعليا، هو عبارة عن الحاملين المرض واختبارهم إيجابي دول A على إيش؟ على A زائد C، على المرضى الحاملين للمرض، يعني A و C كلياتهم هذول، إذا A على A زائد C. النوعية هي عدد المرضى اللي اختبارهم سلبي من الناس اللي ما عندهم مرض، D على D زائد B. طيب القيمة التنبؤية الإيجابية، يعني القيمة التنبؤية لما يكون التحليل إيجابي من الناس اللي اختبارهم إيجابي، A على A زائد B. هلا القيمة التنبؤية السلبية، المرضى اللي اختبارهم سلبي شد قيمتهم من خلال الناس اللي اختبارهم سلبي الكلي، D على C زائد D. تعالوا ناخذ مثال بسيط، وهدول الأمثلة كلهم راح يجوا بالامتحانات، فأرجو دراستهم بشكل جيد. طبعا ما ضروري نفسهم، ممكن يجوا أمثلة ثانية تشبههم تماما. رح ناخذ مثال 300 مريض، 90% عندهم مرض إيجابي بالخزعة، طبقنا عليهم اختبار جديد، المرض إيجابي بالخزعة، الخزعة هي الجولد ستاندرد هون، طبقنا عليهم تجربة اختبار جديد، وجدنا أن الأشخاص اللي عندهم المرض يعني المرض بشكل حقيقي هن 62 اختبارهم إيجابي، و8 من غير مصابين مرض طلع اختبارهم إيجابي. فنرجع من هون على الجدول 2 باي 2، هذا الاختبار إيجابي سلبي، وهذا المرض الإيجابي الخزعة أو غير مرض، هذا اختبار جديد عم نجربه. إذا شفنا المرضى اللي عندهم اختبار إيجابي هن 62 طلعوا عندهم إيجابي بالخزعة، لكن في 8 عندهم اختبار إيجابي بس ما عندهم المرض بالخزعة. نفس الشيء في 28 واحد إيجابيا بالخزعة لكن الاختبار عندهم سلبي، وفي 202 هن سلبيين فعلا بهذا الاختبار ما عندهم المرض بالخزعة. تعالوا نحسب حساسية، الحساسية هي المرضى الإيجابيين الاختبار، المرضى الكليين الإيجابيين 62 على 90، فإيجابية أو حساسية هذا الاختبار 69%. النوعية هو المرضى اللي عندهم سلبية بالاختبار من المرضى اللي ما عندهم فعلا هذا المرض، دي يعني 202 على الكل 210، نوعيته 96%. هذا اختبار نوعي لكن غير حساس، يعني نوعي لهذا المرض لكن حساسيته منخفضة. العلاقة بين الحساسية والنوعية، دائما لازم يكون في عندنا بأي اختبار تشخيصي يكون في عندنا توازن، بحيث الحساسية والنوعية بتكون بأعلى درجة ممكنة. كل ما عليت الحساسية أو النوعية معناتها في عندنا اختبار ممتاز. الحساسية المرتفعة لما يعني بيكون الاختبار سلبي بينفي لنا المرض، لذلك كل ما كانت الحساسية مرتفعة معناتها قدرة الاختبار على نفي المرض ممتازة جدا مقارنة بالاختبار الذهبي اللي بيكون غالي الثمن أحيانا أو بيكون غازي جدا. لذلك يعني الاختبارات الحساسيه مرتفعه بنستخدمها بالاختبارات المسحيه، المسحيه على الامراض، على الناس السليمين اللي ما عندهم امراض. اما اختبار النوعيه المرتفع يعني لما بيكون الاختبار ايجابي بيثبت لنا المرض، لذلك بنستخدمه بالاختبارات النوعيه لما ناكد التشخيص بعد اختبار مسح ايجابي. امتى بنستخدم الحساسيه والنوعيه؟ دائما لازم نرفع الحساسيه بالاختبارات بالامراض الخطيره اللي تكلفتها عاليه مثل الامراض المعديه. نرفع الحساسيه لما تكون الاختبارات التشخيصيه التاليه لهي الاختبار هي اختبارات بسيطه وغير مكلفه.
نرفع الحساسية بالأمراض الخطيرة والمميتة، لكن يمكن علاجها ومعالجتها إذا كشفناها بشكل مبكر. لذلك الحساسية كثير مستخدمة بالاختبارات المسحية. نرفع النوعية لما يكون الحالات تكون فيها الاختبارات المشخصة والمؤكدة للمرض خطرة أو تكلفتها مرتفعة، مثلا خزعة، تنظير قصبي إلى آخره. والله أنا أعمل مسحة مثلا ولا أعمل تنظير؟ لا والله مسحة أسهل إذا كانت إيجابيتها أفضل يعني. وهيك كون أنهينا محاضرتنا الثانية.